الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. سنة هذا لا بس عليه، كما تشوفوا هكاكا ويدوخ يتيح يموت. عند تالي اخر مره هزيناه رقد تجلط حشاك، هزيناه لسهلول. سهلول عملوا عمليه ما نجحتش. خواته الاخرين البنات زيد كيما هذه والعياده، واحده تقعد 4 ايام في السبيطار وتتوفى، كل واحده تتوفى وحدها، ما توفوش زوج مع بعضها، معناتها مدفونين كل واحد وحده. له ادم التاني ضاح لينا قبر بني وحطيناه في، معناتها انا ما حشتي حتى بشيء. حب بنتي اذا مش امكانيه تعالج بنتي، حتى ظل ما ثماش معناتها امكانيه نشوف كلبتي نبيعها على جال مريض. صدقني نبيعها ما عندي حتى شيء، خاطر في النهار نموت قداش من موت عندها. قسما بالله مره مشيت للسوق حفوظها، كنت تعرفوا مشيت للسوق وصلت وروحت، قلت نروح نلقى بنتي، خاطر كل لحظه متهدده بالموت كل لحظه. هي أم مريم سنين ما عندها مريض بمرض مزمن، وما عندها ما ثماش ما عندها تعود 13 سنة تتوفى هي، ما عندها تنجم أن نتماش حل ما عندها البنية ذي، ما عندها ينقذها، ما عندها هي قرية وباهية وممتازة ومش تحدي مناظرة معناتها. ونطلب معناتها اللي تفرجوا فيه كل ومسولات كل معناتها ما حشتيش انا لا بماكل ولا بلبس ولا بحد شيء، حشتي بنتي تداوى معناتها. كيفاش عرفتوا اللي المرض نتاعها خطير؟ شنو اللي صار؟ عندها اخواتها قبل؟ عندها اخواتها قبل ما عندها حشك معناتها اللي يدوخ يتصيح يموت. يدوخ عمر 13 سنة، 13 سنة هذا لا باس عليه، كما تشوفوا هكاكا ويدوخ يتصيح يموت. كيفاش صارت؟ احكي لي على اخوها الاولاني معناتها يمشي معنا الصباح معناتها فطر وكل شيء، فاز غازيك ارغاء قال لي ماما كرشي تاعها توفى. الاخر هزيته معناتها ما عنده حتى مرض، ما عنده ما نعرفوش ما خاطر ما قالش معناتها راني حاجه توجع فيا وكل. الاخر عنده الكعبه هذه خرجت في مرفق الوليد الاولاني خرجت للثاني، هزيناه القروين معناتها شافوه قالوا ما عنده حتى شيء. عند تالي هزيته لتونس بالفلوس، عدت عليه عداه الباب سعدو في السبيطار بايص شهر وستة وعشرين يوم، هم خرجوا له المرض نتاعو هذا. من وقتها قالت لي مره ومره ما ينجحش، وصل ب 18 شحم حشيك، ب 18 عنده 18 نقراد شحم. قالت لي راه ما يعيشش، حتى لو كان عنده 20 راه في الكبر يتوفى ما يعيش. وصل حتى بدا معناتها يمشي، فقد الوعد مرتين فقدها الوعي، ما عادش تغرب الرجال ويسقي. عند تالي ربي سبحانه فيق، عند تالي اخر مره هزيناه رقد تجلط حشاك، هزيناه لسهلول. سهلول عملوا عمليه ما نجحتش. خواته الاخرين البنات زيد كيما هذه والعياده، واحده تقعد 4 ايام في السبيطار وتتوفى، كل واحده تتوفى وحدها، ما توفوش زوج مع بعضها، معناتها مدفونين كل واحد وحده. له ادم التاني ضاح لينا قبر بني وحطيناه في. معناتها المرض هذا شنو اللي قالوا لك فيه؟ شنو الدواء قالوا لك؟ لا قالوا ثم امكانيه لبرا، كان البر ما فماش لهنا معناتها. شوف انت من بنت عام تو 12 سنه قريب معناتها تخرج من 12 سنه، الوليد ولد 3 سنين وصل 13 سنه، معناتها 13 سنه توفى. معناتها يشربوا في الدويات الكل، يشربوا فيها الدول يعطيها الطبيب، يشربوا ريجيم. الصغار تحرموا من كل شيء، لا ياكلوا جبن، لا ياكلوا ياغورت، لا ياكلوا خبز، لا ياكلوا معناتها في الحانوت بصفه عامه فواكه جيف جاري ليله شويه خضره كايا وكسره قمح بتكاكتها. الحوت لا الازرق لا الحوت الابيض معناتها ياكلوه هكا تقزر معناتها ما فهم حتى شيء. اللحم ما يذوقوش وهم منيح ما نشتروش وما يذوبش الدار خلاص. اليوم الطفله عمرها 12 سنه فاهمه الوضعيه عارفه روحها؟ والله فاهمه، والله فاهمه. تقول لي ماما كنموت ما تقصيليش شعري، تقول لي ماما كنموت شعري ما تقصيش وخليه.
نقولها مريم قولي معناتها الخضرة بس معناتها شوفي آدم الله يرحمه، شوفي قابيل، شوفي زينب، شوفي سارة معناتها شوفي، تقولي أما مش خاصي إنك أنا مش حذاء آدم. مرات معناتها يعيروها الدري المدرسة تجي تبكي تقوليها ما يعيروا في يقولوا لي مريضة، معناتها أنا مرضتني 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 عقدتني في النهار نموت قديش من مرة قديش من مرة. باباه قسما بالله تشوفوا ممكن ما تصورش باباه ريت حشك لي دين ترعش معناتها ما تقول ما ماهوش يضل يمشي ثم شعر كاتبه كان تشوفه تبقى حير فيه على صغار. معناتها أنا ما حشتي حتى بشيء، نحب بنتي ثماش أمكانية تعالج بنتي حتى ظل ما ثماش معناتها أمكانية نشوف كلمتي نبيعها على جال مريم، صدقني نبيعها ما عندي حتى شيء، خاطر في النهار نموت قداش من نموت، معناتها قسما بالله مرة مشيت للسوق حفوظة كنت تعرفوا معناتها مشيت للسوق غسلت ثم وروحت، قلت وروح نلقي بنتي مات، خاطر كل لحظة متهدى بالموت كل لحظة. ايه معناتها مرضت نبي مشيت معناتها حتى مشيت نعمل في عملية ولا بنتي لا قلت له مشيت وحدي روحي وروحي عملت عملية وخرجت في قروي ما سمعش بيا حتى حد خاطر خايف على بنتي لا تزيد نخسرها. يعني حتى كي تبعت بنتك تقرا تبدا خارج نمشي نمشي قسما بالله صدقني نمشي مع اهل المدرسة ني نهز ني نجيبوها من زيد المعلمين معناتها موجودين ني نهز ني نجيب من بل تحاج حتى دقيقة نقول طبعا نلقاها ميتة في الثنية طبعا معناتها تجيني خبرها ديما صدقني ديما نحط الاحتمالات الكل. مرات كي نسمع يشكرها بزمرة ثلاثة في الطريق نقول يمكن داخل هي وهزها للسبيطار مش ياكلي معناتها انسان حبست معناتها حبست. طب ما قالولكش فما حالات كيف فما ما فماش قالوا ما فماش معناتها فماش ما فماش المرض هذايا حلو ما الحل الواحد ما نعرفش ما قالوا ليش قالوا لي معناتها ثم المره الفتره التلانية هذه قالوا لي ثم معناتها احتمال اللي هي معناتها البرة ما قالوش معناتها لا بعملي لا بحط شيء مزلت كي هزيت مزلت كي هزيت معناتها سهلوا عملت لها الليكوم تاع القلب قالت لي مرارة معناتها العرق الرئيسي مزدود بعد جمعتين نبعثوا لك تجي تعمل سكانير نشوف السكانير مكانش الرقدة نعمل العملية مازال السكانير معملتوش مازالت معملتش انا في تونس ما نعملهاش العملية خاطر مدام ولدي ريت قسما بالله صدقني لصلى الصبح والفجر صلى الصبح والفجر وبطل العملية خرج ميت من تحت العملية يقول لي ماما كنت تروحي ما عادش تشريني يوم تشري لي التليفون نقول له نشري لك صدقني نقول له ريت معناتها أي حاجة نتصرف ونشري لك صدقني ناخذ نمشي الآن بذاي في حفوظ ناخذ القروضات معناتها أنا نقص ب 400 نقض القرض بمليون بس بنهز حتي بيع على صغار ما عندها ما عشت حتى شيء صغاري معناتها تحرموا من كل شيء يقول لي ماما نشري لي قلوب ما نشريهاش ماما اي حاجه ادم معناتها ميت ميت معناتها شيء ألف حاجه معناتها كان حسبته مش يموت من نحرموش من خاطر تحرم من برشا حاجات كتبوا صدقني كتبوا محفظته خلاها قريت 3 ايام 6 ايام دوبهم لدو هي في القرايه شنو قالوا لي هي قرايه لا قرايه صدقني قلت لك باش هيدها هاني شهيدها شفت خلي خاتي ما يعطوهاش لها ما عندها سنين جاي قبلها غير ولد المعلم معناتها جاي الاول هي جات الثاني ها ولد المعلم جاي الاول وهي جات الثاني قلت لي هي مبرمجه تحيا في صغار شنو تطلع من هذاك قلت نحب طبيبه صدقني هاي التسميع فيه تقول لي ماما نحب طبيبه نقولها مريم مش تحبي تخرج تقول لي ماما كان نقعد حي نبعي ربي ماما نحب نخرج طبيبه بابا يقولها مريم الطبيبة راهي معناتها راهي معناتها صعيبة الطبيب تقول له ايها بابا كان نقعد حي نخرج طبيب. انا مريم برهومي عمري 12 سنين نقرا سي نسكن في اولاد عمر نقرا في مدرسة فرحات حشيد نروح في الخمسة مع صاحبتي نروح. كيفاش تعمل نهارك كيفاش تعديه؟ نروح نراجع دروسي نقراهم نخدم خدمتي هذا يسال لي وهي ما تلتبدا عندك كنترول باش تمشي للطبيب كيفاش تعرف وين وقتاش تخرج؟ نخرج من هنا بكري ياسر لازمني ساعة نلقى مواصلات الحفوظ من حفوظ نتعدى نصور لتونس وغادي ما نطلع كاين ماضي ساعة ماضي ساعتين نهار كامل ما تتعديها تتعب ولا لا تقلق اكيد قول نتعب من السفر ومن الكاميونات ومن اللواجات قولي تعرف انت
عندك مرض ولا ما تتمكنيش؟ عندي بيل. كيف نوع المرض اللي عندك؟ شنو اللي تعرفوا عنه؟ عندي مرض اسمه كوليسترول مخطر ياسر. شكون كان كيف يقول لي؟ طب فهموك حكيوا معك شنو طلبوا في الوقت؟ قالوا لي مريم ما تخافش راهو مرض راهو فيه يتنحر ويديوا ما تخافش. انت سمعت كلامهم وانا نزلت خايف. علاش؟ كون سعد كيفاش قررت تعمل؟ شنو فما دواء معين فما ماكله معينه فما عيشه معينه قررت تعيشها كيفاش تعمل؟ عندي دواء يجيني من فرنسا مش موجود في تونس. قداش يشدك الدواء هذايا وتلقاه بالساهل والقلب؟ ما نلقاش هنا الجملة تتعب عليها دوار وش يصير به نفس المرض يقول لي كان عندك تعرف كان عندك اخواتك قبل يخوفك هذايا كيفاش؟ لا ما تعرف شيء ما عندكش مشكلة ناوي تكمل قرايتك شكل تطلع من بعد قريب طبيبة جراحة قلب شرعي فما عليش أكيد أضرار فما ناس يقول لك تستحق أنه طبيبة هكا كيف كنت تحس بهم مش نجم تعمل في مدينة نجم تنقض ولا ناس نجم تموت باهي مريم آخر حاجة نجم تطلبها شنو يلزم يعمل الناس هذي اللي يسمعوا فينا يداوني ما حشتيش لا بماكله لا بلبسه لا معناتها معناتها ما حشتيش حتى بشيء حشتي مريم ينقذوها لي ثم امكاني يداولي مريم داولي مريم وكثر خيرهم ويرحم والديهم ما نطلب حتى حاجه اخرى جيعانه ما نقول جيعانه عريانه ما نقول عريانه حفاي صغاري قلت لك صدقني يرقدوا على جري وما حشتيش حشتي الوحيده اللي هي تتعالج بنتي